شوف يا الله يعاون الله يعاون الله بس هذا باش تيفون تاعو هذا جا مو بيوش هاك مو يجي يا ماري بيوش هاك اعطيني بالصغير روح بالصغير سي بيديك شكلها تعالين هذو هما في القانون عندهم 10 سنتيم يكون هاي شوف كاع مكسره او شوف السلك فاش كاع الحديده ما قاعد يتنيف حد ولا حارب. رانا نعانوا من بزاف مشاكل مثلا كما تشوفوا قدامكم القدرون مش مخدوم مليح مشينا لهم للدوك وقالوا لنا باللي عطاونا العبار قالك 6 سنتيم ما كاينش 6 سنتيم وكاين تشققات الحفر ورانا مصورين لكم وراكم تشوفوا على عينيكم وهذا المقاول هذا راك تشوف الخدمه كيفاش داير نحوسوا لي زارشيتك هذو وين راهم والمسائل واسمو نحوسوا نشوفوا هذا الصوال الواسمو هذا وين راهم والله سيني اسمو الواسمو هذا الفاني الله سيني اسمو فاني مخدوعه ما كان فيها لا حديد لا سلك لا اللي كاينه في دفتر الشروط ما راهش كاينه هنا كاين شويه تراب شويه قدرو ما كانش حاجه سميتها البيتيم كاين مازوت كاين زيت حرق هذا واش راني نشوف والتراب غش بالنسبة لنوعية الأشغال يوجد مخبر الوطني الوطني للسكن والبناء لاناسي يحوز على اتفاقية المراقبة الجيوتقنية وهو الآن في طور تحضير التقرير التقني لنوعية الأشغال وعلى إثر هذه النتائج سنتخذ الإجراءات اللازمة من هذا المنبر نطمئن السادة المواطنين بأنه في حالة ثبوت عدم نوعية الأشغال سيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.